مستعدين لحلقة جديدة من السنابل نيوز؟ خلونا نبلش بالعناوين. كايال عندها شهادة حلوة تخبرنا فيها كيف تعرفت على يسوع المسيح بحياتها. ماي سكول باس والركض لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان. سلفادور آرتس أكاديمي بتعلم كثير من الفنون. تطبيق على الموبايل بيعرفنا بشخصيات الكتاب المقدس. كيفكن اليوم؟ مستعدين لحلقة جديدة من السنابل نيوز؟ مثل ما كلكن بيعرف، برنامج السنابل نيوز منخبر فيها نشاطات الأطفال المسيحيين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأنا ماركس ورح كون عم رفقكن بالموسم الجديد تأعطيكن أجمل الأخبار. مستعدين تنسمع الخبر الأول؟ العلاقة مع يسوع المسيح هي علاقة مبنية على اختبار خاص صار بحياتنا. يسوع حي وهو موجود مع كل واحد منا. فينا نتعرف عليه كل يوم أكتر وأكتر كل ما تعرفنا على كلامه الموجود بالكتاب المقدس. جايال عنده اختبار خاص مع الرب. تقرير بعرفنا أكتر. أنا صغيرة كنت روح مع أهلي على الكنيسة، بس ما كنت عارف مين عن جد يسوع. ففي فترة مرقت فيها كنت زعلانة وما كان عندي حدا أحكي معه، فتعرفت على يسوع وصرت أحكي معه وصلي وأقرأ بالإنجيل، فصرت أكتر روح على القداس من كل قلبي وإجي على ساعات صلاة وأحكي مع يسوع أقول له إنه أنا عايزتك وبدي إياك بحياتي. أنا وصغيرة إجوا ناس لعندي وخبرونا عن الحركة، ما كنت كتير محمسة بالأول، برجعت فتت وتعلقت كتير فيها. بالاجتماعات نقرأ الإنجيل، نحكي عن الله ومنشارك إنه نحنا شو منحس، وصار عندي كتير رفقة. كتير أشياء بحياتي، كنت أكون كتير زعلان وخبي كل شيء بقلبي، فصرت أكتر مبسوطة وصرت انفتح للعالم، صرت ساعد. كنت قبل إنه لا هو الأغراض ما بدي أشاركه مع حدا، وكتير أشياء. بتقوم جمعية ماي سكول بالز بماراثون لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان. شو صار بهيدا الماراثون وكيف شارك الأطفال؟ هاي، كيفكم؟ معكم آلاء من سنابل نيوز. بأول ريبورتاج شفتوني كنت مع جمعية ماي سكول بالز، وأنا اليوم معكم ريبورتر لحتى نغطي عن ريبورتاج لجمعية ماي سكول بالز. خليكم معي لحتى نشوفوا مع بعضنا. ماي سكول بالز مؤسسة خيرية بتهتم بتعليم الأولاد المصابين بأمراض مزمنة اللي ما فيهم يروحوا على المدرسة. نحن منأمنهم التعليم والمعلمات بالمستشفى بأوضتهم تا ما يروحوا على حالهم درس أو أيام درس. نحن موجودين بست مستشفيات بلبنان. الطريقة الأساسية اللي منطلع فيها الفندريزنج تبعنا هي سبورتس إيفنتس. اليوم عنا السويمثون، هي الاولاد المدارس بيجوا بيصبحوا كرمال اولادنا طلعوا مصاري مشان المؤسسه. هديك السنه سبحت 100 لابس 100 لابس، وهالسنه بدي انه جرب كسر الركاخ تبعي او إنه أعمل نفس الشيء. عم بشارك لساعد ماي سكول بالز،
هي تاني سنة بشارك تساعدهم وعم ساعدهم لأنه هول الولاد يعني أمرار ما كتير عندهم البريفيلاج تيتعلموا بالهيدا لأنه بيكونوا أو لازم لهم كتير مساعدة بالأوبيتال أو هيك شي فعم ساعدهم كرمال هيك لأنه إنه الإدوكاسيون كتير مهمة إنه نتعلم بالحياة وهيك. جيت لإصباح لساعد أولاد ماي سكول باوس صبحت 86 لابس بتمنى إنه يشفوا ويكفوا الدرس تبعهم. أنا عم بصبح تساعد الأطفال يلي لازم لهم المساعدة بالأوبيتال. هاي أول مرة بصبح وحابة أصبح شي 55 لابس. هاي ثاني مرة بشارك بهيدا الكونكور. هديك سنة جبت 74 وهيدي السنة بدي أجيب أكثر. السويماثون هو عبارة عن فاندريزينج الحلو فيها انه الاولاد هن بيشاركوا بيعملوا الافورت لحتى بيعملوا جهد كبير لحتى يقدروا يطلعوا مصاري مشان اولاد غيرهم عايزين بالمستشفيات عايزين يكفوا علمهم بالمستشفيات اللي هي لماي سكول بولس. عمرك قادر انك تساعد وترسم البسمة على وش خيك الانسان. كانت معكم آلاء من سنابل نيوز. بننتقل لجمهورية مصر العربية تنتعرف على سلفادور ارتس اكاديمي ونشوف اهمية تعلم الفنون بحياتنا وتنمية المواهب الموجودة فينا. انا مريم من سنابل نيوز مصر. بالفن بنروح من مكان لمكان نسرح بخيالنا نكتشف طاقة وشخصية جديدة غير شخصيتنا. بس كل ده ازاي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال وجودنا داخل سلفادور ستوديو أكاديمي. تابعونا. ممكن نعمل حاجات كتيرة جدا بالاكسسوارات وفي خامات كتير قوي منها الصوف. احنا معانا خيط ممكن يبقى ثلاث ألوان أو لونين بنبتدي نربطهم من فوق بعقدة ونبتدي ندفر الضفيرة دي. النهارده انا اتعلمت ان انا اعمل غويشه بالصوف. اتعلمت الرسم وبعرف ارسم. البورتريه يا جماعه بنبدا بنسب الوش بتاعنا هنرسم دايره. الدايره دي بتاعتنا هتبقى من اخرها هنا هتبقى هنا المناخير. اوكي هنرسم خط فيها في النص وخط بالنص بالطول. تمام اوكي هنا ده من فوقيه هيبقى فيه حواجب والخط اللي في النص ده بيبقى مكان العينين وهنا المناخير بتاعتنا عند اخر الدايره بتاعتنا تحت خالص. تمام الشعر بقى براحتنا ممكن نعمله باي شكل مثلا لو هو راجل ممكن نعمل كده الشعب المرجانية ألوانها إيه بقى؟ ها في البرتقاني وفي الأصفر وفي الأحمر وفي الزرع الأخضر ده كله. يلا بقى تعالوا نلزق حاجة منها. ده بحر وفي سمكه كبيره زرقاء وفي سمكه كبيره حمراء. عندنا اقسام كتير. عندنا قسم التمثيل في كورسات تمثيل اخراج مونتاج ديكور سينمائي. عندنا كل ما يخص السينما. عندنا قسم كمان الموسيقى في الات عندنا كتير زي البيانو الجيتار الكمانجا الدرامز الناي الفلوت كل ما يخص الارت نحت خزف كل ده موجود عندنا هنا في الأكاديمية وكل الأعمار. كل واحد فينا جواه فنان كبير حاول تكتشف ده من خلال ممارسة الفنون والأنشطة المختلفة. من داخل سلفادور ستوديو أكاديمي كنت معاكم ماريا من سنابل نيوز مصر. في أسئلة كتير عم تطرحوها بحياتكم وما عندكم جواب لها. سنابل نيوز بيساعدكم على الحصول على بعض الأجوبة
واليوم عنا سؤال رح نواجهه مباشرة مع الدكتور أنطوان الشرتونة، متخصص بالأمراض النفسية. نعم. كاتب كتير كتب لأطفال. مستر أنطوان، في عنا سؤال من ماريا. أوكي. ماريا عم تسأل: أهلي بعيتوا علي ساعتي اللي بكون عم بحكي بطريقة مش كتير منيحة مع غيري. أنا بشكرها كتير لماريا على سؤالها، يلي هو سؤال كتير مهم وكتير من الولاد بيمرقوا فيه، إنه الماما والبابا أوقات بعيتوا علينا لأنه منكون عم نقلل احترام، احترام إخواتنا أو احترام الماما والبابا. الاحترام أول شيء هو واجب. شو يعني الاحترام هو واجب؟ يعني كل شخص بالمجتمع اللي نحن ساكنين فيه، يعني نحن أصحابنا الماما والبابا، العائلة تبعتنا، حتى بالمدرسة أصحابنا بالمدرسة، أصحابنا بالشارع، لازم نحترم بعضنا. هيدا الاحترام شيء واجب، يعني لازم نحترم بعضنا، لأنه إذا ما احترمنا بعضنا رح نتخانق وطول الوقت رح نتشارع، وأكيد هذه الشغلة بتأدي لكتير مشاكل. من هيك الماما والبابا وقت بيقولولنا إنه مش عم تحترمونا أو بيعطونا ملاحظة أو بقصصونا لأنه نحن قللنا احترام، أكيد بيكون حق معهم. ودائما بدنا نعرف شغلة إنه الماما والبابا دائما بيكون حق معهم، لأنه هني أكبر منا وبيكونوا واعيين على الأشياء ومرئين بأشياء كتير نحن ما منكون مرئين فيها. من هيك كتير مهم إنه نسمع كلام الماما والبابا ونحترم كلامهم ومنقلل أبدا احترام يا ماريا مع أهلنا. أنا بشكرك مرة تانية وأنا ناطر كل الرسائل. أنا بشكرك على جوابك دكتور أنطوان. إذا عندكم مشاهدينا أي سؤال بتحبوا تطرحوه، نحن مستعدين إنه نجاوبكم. بعتولنا أسئلتكم على الفيسبوك أو الإيميل. رح ننتقل للعراق تنكتشف تطبيق بخلينا نتعرف على شخصيات من الكتاب المقدس. أهلا أصدقائي من كل مكان، تخيلوا لو أكو تطبيق على الموبايل ويظهر لكم شخصيات من الكتاب المقدس. خلونا نشوف هذا التقرير. اسمي صامويل. كم واحد يعرف قصة صامويل في الكتاب المقدس؟ كم واحد؟ بس احكي لنا قصتك، مو كلهم يعرفوها. أول شيء أحب أعرفكم على منطقتنا، كانوا يسموها جبل أفرايم. أبويا كان اسمه القانا وأمي اسمها حنة. حنة أمك هي أنا قاري عليها. أهلي كانوا كل سنة متعودين يروحون لهيكل الرب على يقدمون الذبائح. شلون شفت تجاوب الأطفال ويا هاي الفكرة؟ بصراحة الفكرة كانت مميزة، فكرة حديثة. شخصيات الكتاب المقدس اليوم كانت لها تفاعل مع الطلبة، الطلبة تفاعلوا وياها، تجاوب أكثر، استيعاب أكثر، الشخصية جاوبت على الأسئلة. الأطفال كانوا فرحانين كلش بهاي الفكرة. شو راح تسوين إذا التقيت بأحد شخصيات الكتاب المقدس؟ أكيد أنا راح أسأله إنه إيش كان يسوي بحياته حتى أتعلم شيء من حياته، لأنه حياته كان حلوة وكان يعني دائماً ويا الرف، وأني هم أريد أكون مثلاً مثله. راح أفرح واندهش وأحاول أسأله عن حياته حتى أعيش مثله كنبي. قبل أي تطبيق أرسل الله لنا الروح القدس اللي من خلاله إحنا نقدر نتعلم ونفتهم كلام الله. مع السلامة. كثير أفلام بتضحك منشوفها على شبكات التواصل الاجتماعي، نستعرضها سوا.
ماركوس، وما تنسوا تبعتوا لي صوركم على العناوين الموجودة على الشاشة. أنا كتير زعلان لأنه خلصت حلقتنا لليوم، صار لازم ودعكم. بشوفكن بحلقة جديدة.